عليكم، معكم فيصل كالعادة. رجعت لكم بفيديو جديد اليوم للناس اللي يسألوا فينا على طريقة الزراعة نتاع الأزولا. صورت لكم الحوض هذايا باش نفهمكم بالضبط كيفاش. هي طريقة سهلة برشا، هي كفاية إنك تعمل حوض 20 سنتي، تعمل له البلاستيك هذايا، أي نوعية نتاع بلاستيك، تحط فيه التراب والغبار، تعبي الحوض نتاعك بالماء. الماء لازم ما يبداش ملح، ماء نتاع سونيد عادي. تعبي الحوض نتاعك بالماء، تحط له التراب والغبار. الغبار يتعمل في شكارة كيما تراو فيها هكاكا، تتحط في الحوض، يتغطى في الصيف بشبكة كيما هكا باش نقص عليه السخانة. وكل كيلو باش ينتج 6 كيلو في 8 أيام. انت كل متر كري باش تزرع فيه كيلو، وكل كيلو كيما قلنا يزرع ينتج 6 كيلو في 8 أيام. هذه الأزولا بانات، هذه النوعية الخشين. إذا كانت تحب تعرف أكثر على النبتة هذه، ما تنساش تعمل زي مع الفيديو، تنجم تبعث لنا ميساج، النمر ديما موجود زيادة على الفيديو، اطلب في اي وقت. مرحبا بالناس كلها.